احنا هذا مجموعة من الأحرار الممرضات والممرضين والقابلات، وندور وطالب من رئيس الجمهورية عن عدلنا الاكتتاب، واللي تخطاه سنين الوظيفة العمومية عدلهم تعاقد دائم. من ياسر من الزمن احنا نطالب بحقوقنا ونروجعوا كل شيء، وقايمين بأعمال في الطب، وما فينا حد ما يبات ساهر المرضى ومخلين الشاشرة ولا كامل، ونعدلوا العمل مستعدين وكل شيء. ندور حقوقنا، ندور رئيس الجمهورية عدلنا يعطينا حقوقنا، الوزير مش ما عدلنا حقوقنا، ندور الوزيرة عدلنا تعطينا حقوقنا، مطالبين بحقوقنا.